ارتفاع مستويات مياه السدود والخزانات في محافظة ديالى نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية انعكس بشكل إيجابي على الواقع الزراعي في المحافظة. مستويات جيدة من مياه الأمطار الهاطلة خلال هذه الأيام عززت السدود والخزانات في ديالى، وهي نسب مسيطر عليها وستشكل مخزونا جيدا للموسم القادم لاستثمارها بالشكل الأمثل في مجالات مختلفة. احنا في محافظة ديالى نمتلك عدد كثير من السدود، عندنا سد حمرين، عندنا سد الوند، عندنا سد مندلي، عندنا سد قزانية، وإضافة إلى سد العظيم. اليوم احنا في خزيننا في بحيرة حمرين اليوم تجاوز 2,280,000,000 متر مكعب بالثانية بمنسوب 103.62، هو منسوب جيد جدا، وأيضا موجود عندنا فراغ خزني لاستيعاب الإيرادات القادمة من نتيجة الأمطار والسيول اللي تجينا من جهة نهر ديالى سليمانية. عندنا سد العظيم هو ثاني أكبر سد بالمحافظة، اليوم احنا الخزين في سد العظيم اليوم 1,280,000,000 متر مكعب، هو أيضا خزين جيد جدا. ورغم القلق من كميات الأمطار المتساقطة وما تخلفه من فيضانات، إلا أن هناك تفاؤلا في انعكاسها إيجابا على الواقع الزراعي في المحافظة، خاصة وأن المواسم السابقة قد سجلت خسائر كبيرة للفلاحين الذين استبشروا خيرا في هذا الموسم. نحمد الله عز وجل ونشكره أنه رزقنا هذا الرزق الطيب والغيث النافع إن شاء الله، صيب طيب إن شاء الله لهاي السنة، وإحنا كنا بحاجة إلى هذه الأمطار لزيادة كميات المياه حتى نزيد من زرعنا ومن قوتنا ومن حياتنا المعيشية. وهاي الأمطار هم تفيد الحلال مالتنا، خضر يعني العشب بالقاع تستفاد من عنده، مو بس انا يعني بالسنوات المضت انطش الحنطه والشعير فماكو امطار على مود يخضر العشب. توقعات بسقوط الامطار حتى نهايه الموسم الحالي تبشر بموسم زراعي جيد وبمخزون وافر من المياه، مما يتطلب ذلك توسيع الخزانات لخزن مياه الامطار والاستفاده منها وقت الحاجه. من ديالى شاكر الوندي، العراقيه IMN.